مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي دراغون ريس؟ ما هي ميزات دراغون ريس؟ ما هي دراغون ريس؟ هي لعبة سباق مخلوقات أسطورية Play to Earn PvP وتقع في ميتافيرس. توفر دراغون ريس سوق كبير بسبب نقص الألعاب التي تحتوي على عناصر اللعب للكسب والتأخر في الرقمنة ونقص الشفافية في قطاع سباقات الحيوانات. ما هي ميزات دراغون ريس؟ دراغون ريس هي أول منصة لا مركزية قائمة على البلوكشين لسباق التنين، والتي تجمع بين الملايين من عشاق سباقات التنين في مجتمع، حيث يمكنك شراء وتربية تنانين NFT والسباقات المضيفة في الحلبات مقابل أموال حقيقية. تقدم تقنية NFT في دراغون ريس شيئا لم تشهده الصناعة من قبل، أصول فريدة يمكنك شراؤها وإنشاؤها واستخدامها في اللعبة وتحقيق ربح منها. أيضا تضمن NFT أصالة كل تنين، وستتيح إمكانية تكاثر شخصيات تنانين أصلية جديدة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفا لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.